مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد. في الفقرة الأولى معانا رسائل أصدقاء البرنامج، وصلنا عدد كبير من الرسائل حابين نعرضها معاكم. الأول أحب أرحب بمقدمة البرنامج والدتي الأستاذة أسماء عطية، أهلا بيكي. أهلا يا علاء. نبدأ الأول، نبدأ يلا. طبعا الحلقة النهاردة بكلمات وحاجة كده من اللي هي هنقول إيه، جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، رئيس جمهورية مصر العربية، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني. طبعا في البداية خالص سيادة الرئيس قال كلمات احنا اختصرناها كده وحبينا نقولها لكم في نقاط معينة كده. أول حاجة خالص سيادة الرئيس قال مصر قدمت نموذجا ناجحا في تعزيز آلية التعاون الثلاثي استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود الأمم المتحدة لقانون البحار. وقال تاني منتدى غاز شرق المتوسط أسهم في وضع إطار توافق على مشروعات مشتركة في مجال الغاز. وقال تاني ندعم مساعي تويوسيا لحل الأزمة القبرصية وتوحيد شطري الجزيرة. الحل السياسي الشامل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا. أشدد على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية. أجدد التأكيد على ضرورة إنهاء أي وجود عسكري أجنبي في سوريا. لن نتسامح مع الدول والكيانات الداعمة للإرهاب تسليحا وتمويلا وتدريبا. نحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في مواجهة رعاة الإرهاب. طبعا عندنا برضو سيادة الرئيس قال في كلماته برضو مصر لن ولم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام الهجرة غير الشرعية كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين. دي كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص. معانا رسالة من أحد أصدقاء البرنامج، الرسالة مبعوثة بالنص، بتقول بدون ذكر أسماء هو شخص محتاج مساعدة من السادة المشاهدين أو أي حد يقدر يساعد. هو متجوز وعنده أطفال وشغال بمرتب بسيط جدا، والدته مريضة كانسر والعلاج غالي، وعمل مشروع مع ناس والناس دي ضحكت عليه وطلع من المشروع عليه ديون كتير وساكن بالإيجار، ولو ما فيش للناس أي ولو ما دفعش للناس أول 12 هيتحبس وأولاده يتشردوا ووالدته مش هتلاقي حد يصرف عليها. مبدئيا نتمنى أن حد يساعده، بس أنا عندي تعليق صغير، وهو أن أنا كشخص يعني قادر وأن أنا عندي صحة، ربنا اداني صحة وكده، أنا أقدر أدور بدل الشغل 2 و3 وأقدر يكون عندي عمل تاني أقدر أبحث. وبالنسبة لأنك أنا فشلت في مشروع أو حاجة، فدي مش نقطة خسارة، هي نقطة أو نقطة ببدأ من عندها تاني في حاجة جديدة. أنا أتمنى أن الناس أن هي ما تعتمدش على حد أو ما تستناش حد، وأن أنا أخد الخطوة دي لوحدي. كلام جميل يا علاء، انا بحييك عليه. وطبعا كان في بدايه الحلقه كان لازم نبتدي بكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودلوقتي احب ان انا اعزي اسر او اهلي في مدينه بلطيم والبرولوس. اولهم طبعا بعزي في اخويا وصديقنا وحبيبنا كلنا اللي مهما اتكلمنا عنه، حماده الطحان ابن بلطيم، ربنا يرحمه يا رب ويتغمده برحمته. وطبعا طبعا في المقدمه خالص بدا النهارده في يوم الجمعه لوالدي الحاج عبد الغني عصران عطيه، اللي الناس كلها عايزين يعرفوا والدي وعايزين يعرفوا ان انا اتكلم عنه. فانا بصراحه النهارده وفي كل وقت بقول له ليه ما كنت انا هنا النهارده. طبعا بنتقدم بقى بالتعازي لاهلنا واهالينا في البرولوس، في ابنهم الشهيد مديح محمد عيسى شتا. بتقدم بخالص العزاء لاسرته، وربنا يا رب يلهمهم الصبر والسلوان. وطبعا مديح شتا هو شهيد البرولوس وغريق طبعا في منطقة الزعفرانة بالسويس، اللي غرق يوم 9/10 ليلا
في السويس، في بحر السويس، شهيد لقمة العيش وعريس البرولوس، يعني هو فقيد وعريس وشهيد لقمة العيش بالبرولوس. وطبعا صلوا عليه صلاة الغائب يوم الأربعاء 21/10/2020. طبعا احنا يعني مش عارفين نعبر عن اللي جوانا، ومش هنقدر غير ان احنا ولا نملك الا الدعاء، ربنا يا رب يتغمدهم برحمته ويرحم يا رب شهداء واموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. وصلني رساله من بنوته، وفي الحقيقه هي ما كانتش اول مره يجي لي النوع ده من الرسائل. انا قرات نفس الرساله بالنص تقريبا، زي ما تكون متاخده بيست كوبي. بتقول كده: انا بحب واحد وهو بيشتغل وهو بيستغل ده، وبيطلب دايما اني اقابله عنده في البيت، ولما برفض بيهددني انه هيجيب واحده غيري. انا يا جماعه مش اول مره اقرا النوع ده من الرسائل، بس انا عندي كومنت للبنات. سيبنا من الولد اللي بيعمل كده، لان دي بتعود لتربيه الاهل، ان الاهل طول الوقت بيقولوا انت ولد وهي بنت، او ده طب ده ولد، ما تربيناش على قيم انك نام بدري عشان تصحى تصلي الفجر، لا نام بدري عشان عندك مدرسه. فالقيم دي هي اللي بتطلع مجتمع ما بيحددش ان ده حلال وده حرام، لا بيحدد ان انا ولد وماليش سمعه ودي بنت وليها سمعه، مع ان على فكره الولد له سمعه زي البنت. بس انا عايزه اقول رساله للبنات: اولا ثقة أهلك فيكي هي أهم جزء أنت المفروض تتعاملي بيه. أنا والدي في يوم من الأيام أما كنت قاعدة معاه بقول له: يا بابا أنت ليه ما بتمسكش فوني وبتدور فيه زي ما الأبهات بيعملوا؟ قال لي: أنا عايزة أقول لك كلمة، أنا ممكن أدور وراكي وأنت ممكن تعملي اللي أنت عايزاه، بس في حاجة أنت ممكن تعمليها أهم من ده كله، إن أنا أقول لك أرجوكي ما تكسرنيش. الكلمة دي هي من يوم ما اتقالت لي تقريبا كانت سبب في تغيير حياتي كلها. أنا أي خطوة من اليوم ده باجي أخدها بفكر 1000 مرة قبل ما أخدها. يعني ايه ابقى ماشيه جنب والدي واحس ان حد بيبص له نظره مش كويسه، او ابقى ماشيه جنب والدي واحس ان حد بيتكلم عليه كلمه مش كويسه؟ احنا عايزين ناخد بالنا من النقطه دي جدا. حافظي على نفسك، ما تخليش حد ان هو يتحكم فيكي، هو لو بيحبك مش هيطلب منك ده، وعايز واحده تانية يروح لألف واحده تانية. صدقيني انت الكسبانه، واللي خسرتيه في الموضوع كله هو الوقت اللي انت قضيتيه معاه من الاول. كلام جميل يا الا، انا بحييكي عليه فعلا. الرساله دي رساله جميله جدا، ونحب ان احنا نقول لها برضو من هنا ان انت بتملكي حاجه غاليه قوي، لو انت فقدتيها يبقى فقدت نفسك، والانسان اللي يدخلك بالطريقه دي ما ينفعش اصلا يكون في حياتك او تستمر معاه، لانك انت كده خلاص هتبقي انسانه رخيصه وملكيش ثمن. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى اكيد ربنا سبحانه وتعالى غلاكي وخليكي انت جوهره وحافظه على نفسك. ودي دعوه مننا. وعندنا برضو حاجه جميله قوي النهارده، ان احنا بنشكر شكر خاص للمهندس اكرامي حمدين، هو مهندس بشركة الغاز بمحافظة كفر الشيخ. الباش مهندس إكرامي حمدين، أتمنى يكون في كل مؤسسة حكومية إكرامي حمدين. هو طبعا رفض أن يتصور. الراجل ده صاحب مبدأ، صاحب قرارات حاسمة وحازمة في نفس الوقت، وراجل كويس جدا. أنا بصراحة يعني تعاملت معاه شخصيا، وكان له أكتر من موقف إيجابي، إن هو كان إنسان يعني بيمنع أي سلبيات عنده في الشغل، أي إنسان مقصر في عمله بيحاسبه، إنسان جدي جدا، بيمنع الواسطة، بيمنع أي حاجة تانية. برضو في الباشمهندس هاني البنداري، أنا بشكره جدا على إنه على مجهوده بصراحة في بلطيم، مركز بلطيم، برضو مهندس في شركة الغاز في بلطيم. في دعاء بالشفاء بقى لزميلي وصديقي محمود محمد الغريب، محاسب بشركة المياه بمركز الحمول. طبعا أنا بدعي له من هنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وهو عريس قريب إن شاء الله، ونفرح بيك يا أستاذ محمود، ونتمنى ليك الشفاء العاجل يا رب ولكل أمراض المسلمين. قبل ما نختم الفقرة بتاعتنا هنروح لتقرير صغنن عن شاب بعمر 16 اسمه محمد عزت. طيب هو التقرير عامة مش جاهز دلوقتي، بيجهزوه. طبعا احنا عندنا حاجة، في نقطة بس عايزين نعملها، ان احنا بنمر في فترة من فترات الاسبوع ده مليان بحاجات كتير قوي احنا بنعتبرها، في ناس بتبص لها بطريقة سلبية، ولكن الحياة لازم تستمر. من فقدناهم، فقدناهم بس كأنهم مش موجودين، ولكنهم جوانا وهيفضلوا عايشين. دي الرسالة اللي احنا بنقولها، عشان كده احنا موجودين هنا النهاردة. يعني اللي فقدت والدها، واللي فقدت أخوها، اللي فقد صديقه، اللي فقد حد مقرب له، فقدان الموت هو فعلا الحاجة اللي ما بتتعوضش، ولكن بنقول ان احنا لازم نكمل عشانهم. هم كانوا حابيننا نبقى ناجحين، حبينا نبقى حاجة كويسة، لازم ننجح عشان الناس دي وعشان نفسنا في الأول والآخر، ولأن الحياة
زي ما احنا قلنا هي مش بتقف على حد، بس هم بيفضلوا جوانا عايشين، مش بتقف على حد. بالنسبه لانسان سبك بمزاجه او انت لقيته انسان ما يستاهلش ان انت تكمل معاه، فلازم الحياه بتستمر ولازم تنجح ولازم يكون عندك هدف. احنا كلنا جوانا هدف وجوانا رساله عايزين نحققها وعايزين نوصل لها، ولكن احنا جوانا حتى لو جوانا وجع او جوانا اي حاجه مأثره علينا فده داخليا، لكن الناس فعلا اللي قدامنا ما لهمش ذنب في كده. وبرده من هنا برده ان انا بقول للناس اللي عماله تنزل، طبعا وانا كنت من ضمنهم، بننزل رسائل حزينه ومسجات وبوستات كلها اكتئاب، والناس اللي منزله انا لقيت كل الفيسبوك منزل بيقول اسبوع يمر علينا من الجرم، مليان جرم وموت، ومن ضمنهم شاب ميت 17 سنه وامراه اغتصبت وطفل فتاه سحلت. طبعا دي كلها حاجات موجوده، بس احنا نحاول نخليها حاجات ايجابيه وننظر لها. يا ريت يا جماعه نهدي من الحاجات اللي هي بتهدد جوانا الثقه بالبلد او الثقه بنفسنا. احنا عايزين نبقى نزرع الثقه جوه اولادنا، بلاش نفضل نعيد في الحاجه 1000 مره، ان البوست بيتكرر 6000 مره على نفس في نفس الساعه. طب احنا عايزين ننتقل واخرهم اللي هي الام اللي بترمي طفلها اللي رميته، طبعا احنا كلنا طبعا كلنا اتكلمنا عنه في السوشيال ميديا. وبرده اللي انا عايزه اقوله نقطه مهمه قوي قبل ما نطلع بالفاصل، احنا عندنا ما شاء الله مصر شبابها شباب كويس قوي، 100 مليون عايزين لما نكون عايزين نوصل رساله او نوصل لحد ترند يكون حد يستاهل ان احنا نوصله ترند، زي موضوع سوري الرقاصه اللي بقى ترند النهارده. ما ينفعش في قضايا اهم من الرقاصه، قضايا بلدك، قضايا انت بتتكلم على السوشيال ميديا وبتتكلم على الفيسبوك، تقول التعليم وتقول مش عارف ايه، انا عندي مشكله مش عارف في ايه ومشاكل في شغلي ومشاكل. دور خليك انسان ايجابي، ما تجيش مصر كلها ما شاء الله طلعت الفيديو بقى ترند بنحب الزيطه والرقاصه. طب انت لو مت يعني هتقول لربنا ايه؟ بس ده اللي احنا عايزين نقوله. طبعا اتفضل. الو، طيب نشوف التقرير الاول. لا بتقول عليه قدمي التقرير بتاعك. طيب الحمد لله على سلامه التقرير الاول. محمد عزت سيد من الحوامديه عرب الساحه، سن 16 سنه، صانع العاب. محمد من الشباب اللي كان عندهم حلم وحلمه وقف كذا مرة، وأنا شايفة إن هو يستاهل ويستحق. الفيديو حقيقي ظلمه، أنا نفسي إن هو يوصل للليفل اللي هو بيحلم بيه. هو قدم في حاجات كتير وكانت الظروف ما أسعفتوش إن هو يوصل لحلمه. طيب معنا مداخلة الأول، سامح سليت. ألو. ألو. أيوة يا فندم أنا معاك. سامح ابن بلطيم من محافظه كفر. الو. الو يا فندم، سيد سليت. الحاج سيد، ازاي حضرتك؟ ابو سامح سليت. الله يكرمك يا فندم. ايوه ابو سامح. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل معانا على الهواء. الله يخليك يا فندم، انا عايز احييكم على البرنامج الجميل ده، برنامج بنت البلد. الله يخليك. الله يبارك لك. وان انتم بتقدموا لنا حاجات يعني انتوا بتعرفوا الناس لينا اللي ما حدش عايز يتصل بينا او حد ينزل شارعنا. انتوا بتوصلوا الصوره بتاعت بلطيم البرولس للناس كلها، وبتعرفوا ان في ناس ماتت في بلطيم وناس سرقت في بلطيم. وحضرتك احنا بنطلب من حضرتك ان تركزي على مستشفى بلطيم، ان اللي بيتعب بالليل ما بيلاقيش حد يعالجه. فاتكلمنا في النقطه دي، تروح لدكتور على فكرة. والله يا ابو سامة المستشفى قافلة عشان الحجر الصحي. انا مش عايزة اوريك الورق. الطبي مش عايز ياخد قرار، وطبعا الناس الغلابة هتروح فين؟ على فكرة أنا لسه والله معايا في الورق بتاعي لسه موضوع المستشفى، وفعلا جاي لي رسالة بيه، وأنا بنت بلطيم وبتكلم نيابة عن أهلي في بلطيم. وبشكرك جدا على اتصالك يا أبو سامح، وبنعتذر جدا عشان وقت البرنامج. طبعا الرسائل وصلاني كتير جدا بسبب المستشفى، الناس محتاجة مكان يجهز لهم عشان استقبال الحالات. انت كنت قلتي حل عن الموضوع ده، قلت قبل كده وبقوله تاني. احنا طبعا في ناس كتير قوي جات للدكتور عزت، احنا بنحييه وبنشكره من هنا. الدكتور عزت الغبور مدير الإدارة الصحية ببلطيم ما قصرش وقال انا عندي المكان والاستقبال موجود وجهز مكان تاني. وكان في نواب كتير جم عشان الحكاية دي اللي هم مرشحين لمجلس النواب، ولكن انا لما قلنا اقتراح ان في جزء في مستشفى بلطيم
القديمه في جزء فيها ينفع يتعمل استقبال، وده اللي احنا بنناشد به النهارده، بنقول نتمنى ده يتعمل لتخفيف العبء عن يعني معاناه المواطن من بلطيم للبرج بصراحه، وبيتعبوا بالليل ما بيلاقوش وسيله مواصلات. وانا لسه كاتبه الموضوع قدامي، وان شاء الله يبقى لنا حل باذن الله خلال الاسبوع ده باذن الله. وعدنا بكده سياده المحافظ محافظ كفر الشيخ. تمام. واحنا طبعا دلوقتي معلش وقت البرنامج بيعدي بسرعه، معانا دلوقتي طبعا حاله مهمه جدا، مش هنقول عليها حاله، هي هنقول عليها بنت بلد جدعه، انسانه بكل معاني الكلمه، يعني بكل ما تملك الكلمه من معاني، بنت البرولوس، زوجة محسن هويدي، الناس اللي عارفينه وشايفيننا دلوقتي جايه النهارده معانا، وانتظرونا في تقرير وهنكمل معاكم الحلقه. كان يوم 26، هو ماشي من يوم 16 واختفى يوم 26 وهو على الدائري، كلمنا وقال انه بيركب وجاي، وبعد كده التليفون. بس انت متاكده ان هو ركب؟ لا هو ما ركبش، وقال انا لسه واقف على الدائري مستني الميكروباص. تمام. واول ما يجي الميكروباص هركب واروح عبود، ومن عبود بلطيم، وبعدها التليفون اتقفل وما نعرفش ايه. ها؟ عايزه تقولي ايه؟ عايزه اشوف قبل ما اموت، عايزه اشوف دلوقتي سنه وزي ربنا يا رب يطمنك. كل زعلان طب بس كده ما تعيطيش، وان شاء الله يرجع لك والله، وربنا يطمن قلبك عليه باذن الله. عايزه تقولي ايه؟ عايزه تقولي ايه لبابا؟ طب قولي لبابا رساله يمكن بابا يسمع. عايزه تقولي له ايه؟ انت عارف ان انت الحاجه الوحيده الحلوه في حياتي، وعيالك محتاجينك وانا كمان محتاجه لك.